في حلقة أصدقائنا وإخوتنا الثقافة والفن المصري. نحن الآن في الشهر السابع من السنة، ومقاطعة أنتاريو وحكومة أنتاريو أقرت العام الماضي أن يكون الشهر السابع شهر يوليو شهر الثقافة المصرية في أنتاريو. صراحة لو أردنا أن نتكلم عن هذا الشعب، فنحن نحتاج إلى أكثر من 7000 سنة، 7000 سنة، مصريين 100 مليون سنة عن مصريين، فكل مصري جميل بثقافته وحضارته. سنتكلم بمختصر بساعة من الزمن عن هذه الثقافة، لكن في كنتم في هذا البرنامج الخاص. سامعني؟ ألو؟ في شوية ديلي في الصوت، شوية في شوية ديلي في الصوت دكتور جمال. مقاطعة أنتاريو، أهلا وسهلا فيك هبة. أهلا بك دكتور جمال، أهلا أستاذ محمد، بجد تشرفت أن أنا معاكم النهاردة، ومبسوطة قوي أن أنا في استضافتكم النهاردة في البداية. هبة سامعاني؟ سامعاك. أي من عندي عندك مشكلة كأنه في الصوت دكتور جمال؟ طيب أنا حطلع ورقة، كمل أستاذ محمد. أوكي. طيب أنا صوتي مسموع سيداتنا الكريمات؟ أيوة مسموع تمام. صوتي مسموع؟ أيوة. اسمحوا لي أبدأ بشيء كتبته عن مصر، وأحب أن أبدأ به هذا اللقاء. تفضل. فأستأذنكم به. مصر التي في خاطري، إذا قلنا مصر نقول فراعنة وعلم سبق العصور، نقول أرض الكنانة وشوق النبي لها والرسول، نقول الأزهر والعلم الراسخ والنور الساطع، نقول فن وشعر وعبقرية الكلمة، نقول صوت في كل الفنون له رنة، في الطرب يسحر كل أذن لها ذوق، وفي الموشحات روح تأسر القلب، بساطة الحرف تسري في مفاصله كطيبة الشعب الجميل ورقته. حين نقول مصر لا يكفي أن نقول حضارة، بل قولوا حضارات مصر وما حولها. لو كل بلاد الكون كانت في الزمان صدى، لكان وادي النيل هو الصوت الذي هتف. قلبت بين يدي كتاب الشعر والمغنى، من شعر شوقي ورامي وصوت سيدة الغناء، إلى صوت الناي النقشبندي الملائكي، إلى السيد الدرويش وعبقريات كلماته، إلى صوت الأذان على الطريقة المصرية المعجزة، إلى جيل عظيم بل أجيال لم يتوقف نبض الحياة فيها يوما حتى في أحلك الأوقات وأصعبها. نشأت شعوب على ذهب الليل طلع الفجر، وسهر عشاق على الأطلال، وحارب رجال وأبطال على يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، ومصر التي في خاطري، وكم بكينا همة وعزيمة على مصر يما يا بهية، كلها كانت ملهمة للأحرار وصناع الحياة. هي مصر لا يكفيها الكلام مدادا، ولا يمكن أن يقال عنها لها حضارة، بل هي حضارات ضاربة في عمق التاريخ، لها اسم واحد هو مصر. كلمات انتابتني وأنا أستمع وأستمتع لعبقرية الكلمات والألحان، الموشحات والغناء، وكلها إبداع القلب واللسان المصري الذي لا زال العالم يدرس عبقرية حضارته. فاسلمي
يا مصر في كل حين. أهلا وسهلا بالسيدات الجميلات من مصر حتى يكتفانا بثقافة مصر وأهل مصر وحضارة مصر، نختصرها في ساعة واحدة ولا يكفيها الساعات والأيام والأشهر والسنين. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا أستاذ محمد، وبرافو بجد، حلوة قوي قوي قوي. مرسي جدا يا أستاذ محمد، كلمات الحقيقة يعني بتفكرنا بكل ما هو جميل وطيب عن مصر، ويعني بجد مرسي جدا على الكلمات اللطيفة دي، فيها شجن حلو. هذا أقل، هذا أقل ما يمكن أن نعمله لمصر. مصر أم الدنيا يا عمي، مصر أم الدنيا يا جدعان. هي فعلا مثيرة للجدل شوية، يعني احنا المصريين عموما يعني احنا يعني معظم المصريين بنحب الناس كلها، ومصر بحس ان هي الحضن لجميع الجنسيات، فهي فيها حاجات حلوة كتير قوي. هو شوفي يا هبة، يعني يختلف الناس في كل شيء، يختلف الناس في الثقافة، يختلفوا في السياسة، يختلفوا في الدين، يختلفوا في كل شيء، لكن في النهاية يتفقوا ويجمعوا أنه مصر والحضارة المصرية لا يمكن أنه أحد يفقدها شيء من حقها ولا ينزلها عن مكانتها. أكيد أكيد. مروة بتقول لكم أجدع ناس، وفعلا يعني مروة هتكون معانا إن شاء الله قريبا إذا قدرت، أو حتى وعدتني باتصال، فبنتشرف فيها وبأي شخص من بيحب يكون معنا أو بيحب يتواصل معنا أهلا وسهلا فيكو. إحنا اليوم بنتطرق لشيء جديد وهو شهر الثقافة المصرية في أنتاريو. كنا سمعنا أنه المصريين بيحتفلوا بالشهر السابع اللي هو شهر يوليو بشهر الثقافة المصرية والتراث المصري في أنتاريو، وهذه سابقة قد تكون بالنسبة للمصريين، لأنه لم يسبق أن يكون هناك تحديدا لشهر معين. هناك الشهر الآسيوي في شهر 5، الشهر الأفريقي في شهر فبراير. احكوا لنا إيش شعوركم كان لما سمعتوا السنة الماضية طبعا أنه حكومة أنتاريو أقرت هذا الموضوع، وأنه حيبقى شهر يوليو هو الشهر التراث، الاحتفال بالتراث المصري في مقاطعة أنتاريو. أماني. طيب، هو طبعا في البداية أحب أشكر دكتور جمال وأستاذ محمد على استضافتهم ليا، وطبيعي مرحبا بكم ومبسوطة أني معاكم أنا وهبة. I think إن السنة اللي فاتت، أنت عارف طبعاً إن أي مشروع قرار بيتم التجهيز والتحضير ليه من بدري، فمن أول ما النائب شريف سبعاوي تبنى مشروع القرار وحصل العمل على إن هو ياخد الموافقة من البرلمان، وأعتقد إن كل قلوب المصريين كانت بتحوط هذا العمل، سواء كانوا في تورونتو أو في أوتوا أو في أي بلد في مقاطعة أونتاريو، وكلنا كنا يعني في ترقب وشغف ومتابعين للأحداث، سواء كانت الفيرست هيرينج والسكند هيرينج، لغاية لما تم إقرار القانون، وطبيعي أخذ الاعتماد الملكي في شهر يونيو من 2019. ومن ساعتها أعتقد ده كان فخر لينا كلنا، لأنه زي ما أنت قلته المصريين بيحكوا أنا حضارة متابعينه دادا يعني. ايوه مش عايز اقول لك، من اول ما كان مشروع قرار وهو يعني ابتدى يحصل البروباجندا، لدرجه ان في ناس تخيلت ان هو اوريدي تم اقراره، بس انا اقول لا يا جماعه، لسه في مشروع قرار، انا من الناس دي، استماع اول واستماع تاني وبعدين الموافقه. واللي حضرتك تعرفه ان حصل موافقه بالاجماع، فيعني ده طبعا غير مجهودات النائب، ده بيدل على قد ايه الناس يعني مقدره قيمه الثقافه والحضاره المصريه، وان اونتاريو كلها بتقدر هذه الحضاره وعندها رغبه في ان يحصل تعزيز للتواصل والترابط ما بين الحضاره والثقافه الكنديه والحضاره المصريه، لان طبعا دوله زي كندا بترسخ دواعم الترابط واختلاف الثقافات. اعتقد ان ده شيء مش غريب،
هو يمكن يكون اتأخر شوية بس الحمد لله ان هو اتنفس في الآخر. اسمحوا لي انا بس اسأل سؤال ربما يبدو انه بسيط ولكن مهم انه نبدأ فيه. ايش يعني تأثير هذا القرار؟ يعني ما الذي يترتب على ان يعتبر شهر يوليو هو شهر للثقافة المصرية؟ هبة ممكن تجاوبينا على هذا الشيء؟ لا طبعا هو أسعدنا كلنا الخبر دوت وده حاجة مهمة جدا للجالية المصرية. يعني هيبقى فيه ترابط أكتر. أنا عن نفسي فرحت جدا للخبر دوت وحسيت إن زي ما بنستنى الكريسماس في ديسمبر وبنستنى فعاليات كتير في يوليو هنستنى شهر التراث المصري. مش لينا بس لأولادنا، يعني أنا من الناس اللي يعني لا اتولدت في مصر ولا تربيت في مصر بس عندي انتماء جدا للبلد مع أني ما عشتش فيها كتير بس بلدي وبحبها ومنتمية لها جدا. فكنت عايزة برضو أن أولادي يعني هم جم كندا وهم صغيرين يبقوا منتميين للتراث المصري ويعرفوا عن الثقافة وعن يعني عن البلد أكتر. فكنت حاسة ان هو لا هو يعني مفرح للجميع ومفيد للجميع ولكل الجالية ولأولادنا عموما اللي تربوا هنا. هلا هو موضوع التراث والثقافة والاعتزاز فيهم شيء رائع، ولكن انه يقوم البرلمان ويوافق ويعطي قانون انه يعتبر شهر كامل، اعتقد هذا برضو برجع للكونتريبيوشن تبعت المصريين اللي موجودين في كندا، وهذا طبعا ليس بالقليل. اتمنى اذا نعرف اذا في عندكم بعض الارقام عن المصريين، شو الانجازات، اذا في شيء زي هيك تقدروا تشاركونا فيه، لانه اكيد هذا هو اكبر دافع لانه يقوم البرلمان في أنتاريو بإقرار شهر كامل، مش أسبوع ولا يوم، شهر كامل للثقافة المصرية. أماني عندك أي أرقام؟ هو الحقيقة طبعاً يعني ده كلام سليم جداً. إحنا بنعتقد أن تقديرات أعداد المصريين أو الكنديين من أصل كندي في كندا يعني بتتجاوز 300,000 مواطن، وطبيعي الجالية المصرية يعني كندا كانت الموطن الثاني ليها وناس هجروا ليها من يعني أعتقد من السنة من القرن الماضي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. فجالية بتتميز بثراء في العطاء لأنها متميزة علميا وثقافيا، ليهم إسهامات كتيرة وساهموا في إثراء الحياة والتنوع، وفي نفس الوقت الإسهامات العلمية والثقافية كتيرة. يعني في دكتورة هدى المراغي، دكتورة صفاء قط، في المهندس فكري صالح، القامات دي كلها ناس ساهمت في ليهم إنجازات وليهم بصمات وأخذوا أوسمة ونياشين. فأعتقد إنه يعني دي حصيلة، ده تتويج للمساهمة بتاعة المصريين الكنديين اللي جم وساهموا أعطوا خبراتهم وعلمهم، وفي طبعا أساتذة جامعة ودكاترة وصيادلة. يعني أعتقد الجالية المصرية متنوعة جدا في الأنشطة والمجالات اللي هم بيشتغلوا فيها، فأنا بتصور إن ده تكليل وتتويج لكل الإسهامات بحيث إنه يبقى شهر في السنة المصري الكنديين من أصل مصري يقدروا يقيموا احتفالات ويشاركوا الكنديين والمجتمع الكندي بصفة عامة، يعرفوهم أكتر على الحضارة والثقافة المصرية. أنا برأيي الخاص أتوقع إنه لو بدنا نذكر الأسماء المصريين اللي عملوا contribution في كندا حنذكر 300,000 اسم، لأنه كل مصري فعلاً بموقعه بوجوده. يعني أنا بعرف زي ما حكيت يا أساتذة الجامعات و لكن كل واحد عمل big contribution في الكنديان سوسايتي، فإحنا بنشكرهم من قلبنا. صحيح، إحنا كان في عندنا مقابلة عن حكاية مهاجر، بل عندنا برنامج اسمه حكاية مهاجر، وكانت مع المهندس محمد فتيح اللي هو الآن رئيس منظمة العفو الدولية في كندا. فالمصري في أي مكان يكون موجود فيه يكون رقما صعبا،
ورقما مهما في البلد اللي يكون فيها ويساهم بشكل كبير فيها. وهذا يعني الحمد لله يعني نجده في الهمة والعزيمة اللي يتحملها المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام. نعم. السؤال، السنة اللي فاتت أتوقع كان في عندكم مجال للاحتفال بشهر يوليو شهر الثقافة المصرية، فكيف كانت احتفالاتكم في السنة اللي فاتت؟ كيف كانت الأنشطة؟ كيف كان التفاعل؟ وكيف هذه السنة استقبلتوها؟ طبعاً بالظروف اللي إحنا موجودين فيها الآن، فأنا حاب أسمع من يعني من منكم من كلتيكما الجواب. نبدأ بهبة. هو كان في احتفالات السنة اللي فاتت أنا حضرتها، كان في طبعاً متزامن مع كاراسوجا، فأنا كان في الكنيسة برضو مسرحيات وفي عن الحضارة الفرعونية، كان في برضو فعاليات ومهرجانات وزي مسيرة فرعونية باللبس الفرعوني. وأتذكر برضو كان في حفلة جميلة جداً لهشام عباس كانت في سكوير وان، دي برضو من الحفلات اللي احنا حضرناها وكانت من احتفالات شهر التراث المصري. حلو. وأماني طبعاً أماني في الجمعية المصرية أتوقع أنه عملت احتفالات وكان المفروض تخطط لشيء هذا السنة، صح؟ ده حقيقي. طيب احنا في الجمعية المصرية الثقافية بأطوة إيكاو السنة اللي فاتت طبعا بعد ما المشروع القرار اعتمد كان في شهر 6، قد يكون ما كانش فيه وقت كافي ان احنا نعمل حاجة مخصصة لشهر التراث، لكن الحقيقة ان احنا عملنا حفلة جت فيها الفرقة القومية للفنون الشعبية من مصر، وكانت دي بالاشتراك مع المهرجان القبطي أو المهرجان الثاني اللي كان موجود في مسيساغا. فالحقيقة كانت فرصة كويسة وطيبة إن احنا نبتدي نتعاون مع جمعيات وكيانات أخرى في تورونتو، وطبعا بدعم من السفارة المصرية، فده كان يعني نموذج جيد جدا للعمل الجماعي. الحفلة حضرها أكتر من 500 شخص، كانت موجودة في الميوزيوم اوف هيستوري، وحضرها ناس برلمانيين وناس من أعضاء الحكومة ومن البعثات الدبلوماسية وأفراد كتيرة من الجالية المصرية والعربية. والحقيقة كانت الحفلة ناجحة جدا، والناس كانت متشوقة تشوف الفن المصري، لأن طبعا زي ما أنت عارف الفرق اللي هي زي فرقة رضا وفرقة الفرقة القومية للفنون الشعبية بيقدموا رقصات بتعبر عن التراث وعن الحضارة وعن الثقافة المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية، فبتبقى مزيج طيب وتعريف جميل للمشاهدين بالفن المصري الأصيل. السنة دي طبعاً تتويجاً للنشاط اللي عملناه، وطبيعي تعرف إيكاو على مدار السنة بيبقى ليها أنشطة كتير في أطوة، سواء كان الأنيوال جالا أو إفطار رمضان أو أنشطة كتيرة بنعملها يعني in the community. السنة دي كنا ناويين بقى ننزل بتقولنا زي ما بيقولوا، ولأن 2020 كانت هتعتبر السنة الأولى بعد المشروع بقى قرار رسمي، وكنا ناويين نعمل مهرجان مصري Embrace Egypt 2020، ويبقى مهرجان مصري يستمر كل سنة، نختاره ويبقى في شهر يوليو عشان يكون ممثل ل يعني يبقى أحد فعاليات الاحتفال بشهر التراث المصري. ولكن طبعاً الجائحة، جائحة كورونا جات خلتنا يعني نقرر إن احنا نأجل فكرة المهرجان كاحتفالية يبقى فيها الناس بتيجي وأجواء مهرجانية، وانتقلنا بالاحتفالات وحتى بالأنشطة والفعاليات بتاعتنا العادية خليناها كلها تنتقل تبقى أونلاين، بحيث إن احنا ما نفقدش التواصل مع أعضاء الكوميونيتي، ويبقى في فرصة إن الجالية تتواصل. لو ما قدرناش نتواصل يعني physically and face to face، يبقى عندنا منصة أونلاين نقدر نقيم فيها كل الاحتفالات. فنوين إن شاء الله السنة دي عندنا 3 احتفالات صممناهم هيبقوا على زوم أونلاين. أول واحد هيبقى السبت الجاي يوم 11 جولاي
الساعة 7 مساء، وده هيبقى عبارة عن تتويج لبعض الرموز من الجالية المصرية ومن كذا جنريشن. يعني احنا حاولنا نبرز إسهامات المصريين في أوتوا، احنا طبعا مركزين على أوتوا لأن تورونتو أكيد هم أدرى بالمصريين هناك. التركيز على مساهمات المصريين في أوتوا من مختلف الأجيال، لأنها الحقيقة شفناها فرصة إنه ما يبقاش بس تكريم للرموز يعني المخضرمين أو العظماء اللي ساهموا في المجتمع الكندي، ولكن برضو الشباب الحقيقة دلوقتي هو قاطرة التقدم، وشايفين شباب كتيرة قوي بيحاول يساهم في المجتمع وبيتطوع ولو أنشطة وإسهامات. إحنا حتى جوه إيكاو اليوث جروب they have their own group، فإن شاء الله هتبقى فعالية هنخليها مش بس تكريم، ولكن هتبقى منصة يحصل فيها تواصل ولقاء ما بين الأجيال وبعضها، عشان نتكلم على إسهامات المصريين، الفرق ما بين الإسهامات في الجيل اللي جه في الستينات والسبعينات عن مثلا الأجيال اللي جت في التسعينات والألفينات، التحديات بتاعة كل جيل، وبحيث إن هي تبقى يعني أمسية يعني أمسية يتم فيها التحاور والتواصل ما بين الأجيال، وتبقى دفعة للأجيال الأصغر بقى اللي هي التين ايجرز، إن هم يشوفوا إنه يعني مش بالضرورة أبقى كبير وعلى المعاش عشان أساهم، لا أنا ممكن من وأنا في سن صغير أقدر أعمل تغيير وأحدث تأثير في المجتمع وفي النطاق اللي أنا بشتغل فيه. تحب نكمل الفعاليات بتاعتنا هنا في أطوة ولا ننقل على هبة شوية وبعدين نرجع؟ ننقل على هبة، بس قبل ما ننقل على هبة في عندي سوربرايز لكم جميعا. أيوة معنا لايف على الهاتف من تورونتو صديقة البرنامج، أهلا وسهلا فيك، تعرفي عن حالك. أهلا يا دكتور جمال، أنا مروة جمال، بحيي الضيوف كلهم، ويعني مدام أماني لسه كانت بتتكلم على كل الفعاليات فأنا مبسوطة جدا، أنا عمالة أسمعها ومبسوطة جدا يعني. استني كمان يا مروة تسمعي فيه أكتر وأكتر حاجات برضو هتعجبك إن شاء الله. ما انت قلتيها اجدع ناس اجدع ناس. انا عايزه اقول لك يا جمال انه يعني اذا كنا افتقدنا عنصر الفيس تو فيس والفيزيكال انتر اكشن، انا شايفه ان فرصه انتقال الفعاليات اونلاين الحقيقه اتاحت فرصه ان الناس كتيره من اماكن مختلفه. يعني مروه اتوقع ان انا اشوفك في الايفنتس بتاعتنا اونلاين، لو حبايبنا في مصر يخشوا يتفرجوا معانا في أي بلاد تانية سواء كان من الويست كوست أو الإيست كوست، فيعني برضو نشوف الجانب المشرق في أن الفعاليات تبقى أونلاين. أكيد أكيد. مروة بلغينا شعورك بالسنة الماضية لما أعلنوا البرلمان أنه شهر يوليو حيكون هو شهر الثقافة المصرية في كندا. لا طبعا، يعني بص هقول لك على حاجة دكتور جمال، إحنا كمصريين عايشين هنا دايما عايزين نعرف نفسنا للناس كلها. وبعدين قبل ما تطرق لكل حاجه عايزه اقولها، انا برحم مدام اماني وطبعا لهبه صاحبتي وصديقتي الصفاء يعني ما بنفصل عن بعض ابدا، وبحيي استاذ محمد لانه الافتتاحيه اللي هو قالها كانت جميله جدا 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 وعجبتني قوي قوي قوي، شكرا ليك يا استاذ محمد. العفو يا مروه. وبشكر كمان دكتور جمال ان هو اتاح لي الفرصه ان انا اكون معاكم النهارده. شرفتينا. الكلام اللي انا عايزاه شرفتينا. ربنا يخليك. احنا يعني اللي انا عايزه اقوله، احنا بالنسبه لنا طبعا شهر يوليو زي ما حضرتك قلتي يا مدام اماني انه السنه اللي فاتت تقرر ذلك، وطبعا حصل فعاليات وكل حاجه. طبعا السنه دي الدنيا وقفت شويه طبعا عشان ما فيش اي تجمعات ولا اي حاجه، فكله هيبقى فيرتشوال. احلى حاجه ان احنا عندنا شهر كامل ممكن يعني نعرف الناس بينا، هي دي اللي احنا عايزين نعمله، نو ماركت اور سيلفز. يعني احنا عايشين في كندا فاحنا عايزين نعرف الكنديانز الاجانب اللي هي الناس اللي هي مش بتتكلم اللغه بتاعتنا اللي زينا بس بيتكلموا لغه اخرى، انه دايما ايه المصري، لان هي دايما المشكله في ايه. انا لما باجي اشوف اي حد واقول له ايه انا مصريه، ما بيبقى عنده ليميتد برضو انفورميشن
مصر. مصر بالنسبة له الأهرامات وأبو الهول وبس، لأن هو ده الماركت اللي بيحصل لهم دايما عن مصر. أو مش كلهم طبعا، في ناس مثقفة كتير وفي ناس بتتكلم عن مصر كتير، في ناس عارفة مصر وبتدرس أصلا الحضارة المصرية وكل حاجة، بس أنا بتكلم على الأغلبية. الأغلبية ما عندهاش المعرفة الكبيرة دي. فأنا بشوف إن شهر يوليو ده we have to market الشهر ده لكل الناس الموجودين في كندا بطريقة كبيرة جدا، يعني نعرفهم بكل حاجة عن الثقافة المصرية وعن الحضارة وعن ال دلوقتي، وكمان عن اللي احنا بنواجهه دلوقتي ومصر ازاي دلوقتي وكل حاجة، يعني الحضارة والماضي والحاضر كل حاجة. ليه؟ لان هي دي هتبقى فرصة كبيرة جدا ان احنا نقول احنا هنا، احنا كمصريين احنا هنا. ممتاز. خليكي معنا، ناس كتير قوي بينا. خليكي معنا يا مروة على الخط اذا بتقدري. انا حسأل سؤال لهبة وبعدين حرجع لك، بعدين حروح على اماني نفس السؤال. هبة، انا بعرف انك عندك ارتباط، فعشان هيك حسألك سؤال. ايش تأثير هذا الشهر اللي هو شهر حضارة وثقافة، شهر كامل للمصريين في كندا، على الجيل الصغير والجيل الثاني والثالث اللي هم تعرفي كل ما الجيل كبر، يعني احنا الجيل الاول دائما ان ذكر اكبر باوطاننا، بس كل ما بعد الجيل الثاني والثالث والرابع بصير في ضعف بالارتباط بالوطن الام. ايش التاثير اللي بتشعريه على اولادك، عليكي، على الجيل الثاني والثالث والرابع؟ طبعا احنا كامهات وابهات مصريين دورنا في البيت ان احنا برضو، يعني بغض النظر عن شهر التراث وفيوليا، وده كان خبر جميل جدا لكل المصريين، ان احنا نعلم ولادنا التراث والثقافه يعني والفن والاكل المصري كل حاجه، ونكلمهم كتير عن الحضاره المصريه يعني كل حاجه هم ما عاشوهاش او ما عصروهاش في مصر. مع شهر التراث طبعا، يعني هو السنه دي هتبقى فيرتشوال، فانا يعني في فعاليات كتير في تورونتو، وطبعا هخلي ولادي يسمعوا حاجات لايف. السنه الجايه ان شاء الله لو يعني الامور كانت احسن، لو في اي فعاليات او ايفنتس هخلي ولادي يحضروها، وبعد كده يكملوا هم يعني لما يكبروا. زي ما قلت حضرتك يا دكتور جمال، الجيل التاني والتالت لازم هم يكملوا بعدينا، فمش عشان ما يعني الموضوع ما يموتش خالص. ولادنا برضو اللي تربوا هنا بعاد شوية عن البلد، ما فيش سفر كتير، ما يعرفوش مصر كويس. صحيح. أنا يعني بدي أعلق بشيء، يعني وإحنا ناس اللي بنهتم بالشعر ونهتم بالأدب، بنقدر كم إنتاج مصر من الأدب والشعر، حتى وصلنا لقناعة إنه المصري، يعني مصر لا تحتوي المصريين، بل كل مصري يحمل مصر في داخله. يعني حين تجد مصري بتشوف إنه المصري يتحرك بمصر، بتحس إنه مصر تتنقل، مصر مش موجودة مكان، موجود في مكان ثابت، المصري يتنقل بمصر، ينتقل ويرحل من مكان لمكان. وأنا حقيقة أنا بعرف الأوضاع في مصر، ولست غشيم عن الأوضاع في مصر، وأعرف إنه المصريين يعني عندهم مشارب وعندهم يعني تنوع قبل تنوع في كل مكان في العالم. مصريين متنوعين من أيام الفراعنة وما زالوا متنوعين، وما زال لهم أطياف وأشكال وألوان مختلفة، لكن كلهم يحمل كل واحد منهم مصر بتاعته ويسير بها ويرحل بها حيثما يعني حل وارتحل. هذا المصري يعني تجد انه يعني عنده كثير من الابداع اللي ممكن يقدمه عن مصر. وهون بدي ارجع لسؤال جمال واحول الكلمه لسيده اماني في هذه الفعاليات اللي تعبر حقيقه، تعبر عن كل مصري موجود في مصر، اللي تستهوي كل مصري موجود في مصر، اللي بتخلي كل مصري موجود في مصر شو مكان تخليه يحكي هذه الفعاليات تمثل مصر اللي أنا بحبها. كيف ممكن نوصل لهذه الفعاليات وهذا الكلام؟ أنا بتهيالي عفوا دي دخلة كويسة جدا، عشان الحقيقة أنا عايزة أتكلم على الفعالية اللي هنعملها يوم السبت 18
الساعة 10 الصبح، لأنها بالضبط اللي أنت بتقول عليه يا محمد، اللي هو مصر اللي حابين مش بس نوريها لكل الجيل الأول والتاني والتالت والرابع اللي ما شافوهاش، ولكن تبقى فرصة كمان إنه الكنديين والغير متحدثين باللغة العربية وغير العرب واللي ما راحش مصر إن هو يشوفها. الفعالية دي الحقيقة يعني أنا متحمسة جدا ليها، لأن إحنا قررنا ننقل مصر للناس عن طريق الإنترنت، بإن إحنا هيبقى معانا مرشد سياحي متميز في إنه بيزور أماكن مش معروفة قوي ومش متداولة. أنا نفسي وأنا أدعي إن أنا يعني دست في مصر كلها من الشمال للجنوب للشرق للغرب، ما زلت لما كنت بتحدث معاه عشان نجهز للفعالية دي سمعت منه أماكن أنا معرفش عنها، زي الجلف الكبير، زي منطقة في مرسى علم فيها دولفينز، يعني بيروح حتت مش المناطق التقليدية زي الهرم وأبو الهول والحتت دي. فقررنا إن احنا نجيب من جوه مصر حد هو اللي يكلم الناس عن الأماكن اللي في مصر. وأنا عندي مفاجأة برضو، زي ما دكتور جمال جاب مروة مفاجأة، أنا عندي مفاجأة للبرنامج، إن واحدة من البرومو فيديوز اللي احنا مجهزينها للفعالية دي موجودة مع دكتور جمال وقت ما يحب يعرضها لنا، بحيث إن احنا نشوق الناس أكتر ونحمسهم إن هم يدخلوا معنا يحضروا الفعالية دي. صوتك يا دكتور جمال ميوت. ميوت. لا مروة، بس نسأل مروة عشان ما نطولش عليها وحنحط البرومو بعد مروة. تفضلي مروة، ايش شعورك انت او شو وجهة نظرك كيف ممكن هذا يأصل العلاقة بين الأطفال والجيل الثاني والثالث مع كندا؟ بس أقول لك حاجة يا دكتور جمال، أنا من الناس مصرية وأفتخر الحمد لله. وأنا يعني أنا نشرتها كذا مرة الصورة بتاعتي على الفيسبوك، أنا عربيتي اللايسنس بليت بتاعتها Love Egypt. حلو. أوكي. وماشي بيها في الدنيا كلها، ماشي في السباق وبروح فيها فاطمة. برافو عليك. برافو يا مروة. خلينا كلنا نهير منك يا مروة كده. بعدين أنا كنت أستارتد مع خالد سبارتنرز في شركة وسميناها تورونتو كايرو انترتينمنت. حلو. أوكي. إحنا جبنا الباند اللي مشهورة في مصر زي مسار إجباري وكايروكي في 2018 وعملوا كونسرت هنا. وكانت يعني مش عايزه اقول لك ان في حفله كايروكي كانت اعلام مصر كلها كانت رائعه، لدرجه ان صاحب الفاسيلتي كان دانفورث ميوزيك هول قال لنا انا عمري ما شفت كونسرت اتحول ل يعني حاجه وطنيه كده. ايوه مظبوط. انا ما شفتش اعلام كده ممكن تخش لي في كونسرت بالطريقه دي. فبقيت حسيت الجيل زي ما انت بتقول، الجيل اللي هو كايروكي اللي هو الباند الشبابي قوي ده، هو الجيل المصري الصغير اللي هم الناس اللي في الجامعه والناس دي كلها، دول اللي جم وكانوا بيرفعوا على مصر جوه القاعه. يعني احنا تقريبا كان اللي حضروا الكونسرت ده كان تقريبا سولد اوت، كان حوالي 1300. فانت بتتكلم في تقريبا يعني 1300 يبقى شباب من الجامعات والناس الصغيره، وفينا كمان كان ناس كبيره برضو قدنا وكل حاجه وحضروا، بس هو ممكن يبقى شبابي شويه. فمعنى كده ان الجيل ده بيحب مصر قوي وعارف قد ايه قيمه البلد دي قد ايه كبيره. فعلشان كده هو ده اللي موجود في الروح زي ما انت بتقول كده، وزي ما دام اماني بتقول ان الجيل اللي موجود فيه الروح دي، ازاي ان احنا نغذي كل الحاجات دي ونعرفهم قد ايه بلدنا كبيره وقد ايه بلدنا فيها حاجات حلوه كتير ونادي استحق ان احنا دايما نلقي عليها الضوء، دي حاجه فعلا يعني عظيمه جدا. وفي نفس الوقت
اللي هي مدام امين اللي بتقول عليه انه الحتت اللي هي مش مشهوره في مصر وان هي الناس يروحوها. انا من الناس اللي انا ما باجي اتفسح في مصر كل صيف بحب اروح اماكن جديده واعرفها، ولما باجي هنا بقول للناس عليها. الناس بقى اللي هم مش متعودين يروحوا مصر، فطبعا لما بوريهم الصور وبيسمعوا عن الكلام بيبقوا عايزين يروحوا مصر، بيبقوا اكشلي عايزين يروحوا مصر، يقولوا احنا ما كناش نعرف الحاجات دي. طيب. احنا يعني بالنسبه لنا برضو ليميتد انفورميشن قوي، اقول لهم ازاي ده احنا عندنا البحر المتوسط وعندنا البحر الاحمر ويعني عندنا ريزورتس فظيعه وعندنا سيتيز ومدن رهيبه، يعني تروح حاجات تبقى يعني ساحره يعني. فطبعا في الناس بتحس ان هم فعلا عندهم lack of information بالنسبه لحاجات كتير قوي مليانه في مصر. ده غير بقى الاقصر واسوان، وده من في هيستوري شانل بيعملوا قد كده برامج على المعابد الموجوده في الاقصر واسوان وحتت كتيره في مصر والجيزه والمتاحف دي كلها. فطبعا بالنسبه لنا لو ينفع يعني انا زرت مره في 2010 رحت ايطاليا وزرت الفاتيكان. الفاتيكان جواه متاحف منهم المتحف المصري. مش ممكن حلاوته. انا بقيت وانا قاعده جوه وبتفرج على كل حاجه بقيت قد ايه فخوره ان انا مصري. يعني ده نفس الاحساس ان انا نفسي ان احنا يكون عندنا برضو متحف هنا. طبعا انا عارفه it's a big thing it's a big يعني task، وطبعا وانا عندي هنا قريب من البيت عندي في عندنا متحف تبع كنيسه موجوده هنا عندنا جنبينا، في متحف مصري بس على سكيل صغير شويه، وده برده حلو بيعملوا لهم رحلات للمدارس وبييجوا يوروهم المتحف الصغير ده. بس انا بتكلم على متحف مصري كبير ومتهيألي الناس هنا هتيجي وهتتفرج وهتدفع وتخش وتبقى عايزه تتفرج. انا كنت مروه بدون قطع كلامك، انا بس كنت حابه اقول انه الصيف ده كان المفروض ان هيبقى فيه معرض للملكات، كان هو معرض اوريدي كان موجود في نيويورك او واشنطن اعتقد، وكان هيجي في الميوزيوم اوف هيستوري، كان مقرر افتتاحه في شهر 5 وكان هيقعد لغايه شهر 10. الكوينز اوف ايجيبت، واحنا كنا هنعمل المهرجان بتاعنا في شهر جولاي برضو في الميوزيوم اوف هيستوري، لكن تاني مره تانية يعني موضوع الجائحه جه عطل الخطط دي. بس طبعا انا متفقه معاكي جدا يا مروه في انه التاريخ المصري والحضاره المصريه والثقافه المصريه يجب ان يكون لها تواجد اكثر في كندا من خلال حاجه دائمه تعزز وتقوي كمان مظاهر احتفالنا بشهر التراث، وتبقى اسهامه واضافه كمان للمجتمع الكندي. انا بحكي لكم حاجه، اللي جده بنى الاهرامات مش هيعجز عليه يبني متحف في كندا. واضيف على كلامك برضو هي طبعا في ريجوليشن كتيره بتبقى طبعا بالنسبه للمتاحف والحاجات دي كلها، لان لازم يبقى مبني على يعني اسس صحيحه وكل الحاجات الموجوده والمعلومات وكده، فهي محتاجه تبقى حاجه 100% يعني اكيوريت وكويسه علشان الناس اللي تيجي تتفرج هتبقى عايزه تعرف انفورميشن. صحيح. مفيش اكتر من المهندسين المصريين هنا يا مروه، وكلهم متميزين وعملوا انجازات كتيره يعني، فاحنا ممكن والله انا متفائله يعني متفائله ممكن جدا يعني هو ازود على كلامه. انا متفائله جدا، انا عارفه ان هيحصل في يوم من الايام ان شاء الله ان شاء الله ما دام في مصريين وراها ان شاء الله هتصل ان شاء الله. ونموذج مصغر برضو لسقية الصاوي والأوبرا برضو إن شاء الله يا مروة. إن شاء الله إن شاء الله. هو أنتوا بس أعلنوا نزلوا إعلان واحد بس من الجمعية المصرية لمتطوعين لإنشاء المتحف المصري في كندا، وأنا أتوقع إنه مش بس المصريين حيتطوعوا، كل العرب حيتطوعوا معكم. يا ريت. أنا أول متطوعين. وانا معك كمان يعني عشان مصر صراحه الواحد يعمل حاجات كتير. طبعا يعني مصر مش بس بلد يعني بلدنا، لا دي حاجه كده بص ما لهاش تاني. مصر بصراحه من البلاد اللي ما لهاش تاني خالص، مهما رحت ومهما جيت مصر ليها سحر تاني خالص
فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة، صح؟ فيها حاجة حلوة، فيها حاجات. This is our second home. يعني إحنا دائما بنقول this is our second home Canada. صحيح. The first home always هو اللي بيبقى عنده السحر كله وعنده أكثر الذكريات طبعاً. طبعاً. ومصر بالنسبة لنا يعني عارف زي دين. بالضبط يعني. مظبوط. فالحمد لله يعني أنا بفتخر صراحة الحمد لله لما اتولدت لقيت نفسي مصرية الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك كثير يا مروة، يعني أبدعتي اليوم، كنت ضيفة جميلة كالعادة، كنا حابين نشوفك صوت وصورة لكن أنا عارف الوضع، فبنشكرك كثير وحنرجع لضيوفنا بالاستوديو. شكرا لك يا مروة. ميرسي يا دكتور جمال، وميرسي يا مدام أماني، وميرسي يا هبة، وميرسي يا حبيبتي. ونشوفك بقى ونشوفك في الفعاليات بتاعتنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي، باي باي، مع السلامة. باي باي. مع السلامة. طبعًا طبعًا إحنا للأسف يعني كان المكالمة في وقت كانت تعلن فيه الأستاذة أماني عن شيء مهم سيقوم به الجمعية المصرية في كندا في أوتوا اللي هي الإيكا، وبنشكر الأستاذ خالد المهندس خالد بدوي اللي حطلنا الموقع تبع الإيكا، وأي معلومات حابين توصلكوا المعلومات تبعت الإيفنتس اللي بيسووها ممكن تشتركوا معهم، هذا الموقع سهل جدا Egyptian Canadian Cultural Association of Ottawa. Cultural Association of Ottawa. هذا المختصر تبعها ECAO. جميلة ورائعة. خلينا مع الفعاليات موجودة على الويب سايت بكل التفاصيل باللينكس علشان الناس تخش عليها. ممتاز. خلينا مع بعض نشوف الفيديو. طبعا هذا زي ما حكت الأستاذ أماني حصري وأول مرة يعلن على كنار تي في، إن الشرف إنه نكون أحد الداعمين لهذا الإيفنت. الله الله، حاجة جميلة يعني، كل جزء من ده الفيديو بذكرنا بمصر، بجمال مصر، بطعم بأهل مصر. أنا أتوقع لو الشعب المصري البسيط الجميل،
أتوقع لو كان يعني هم حياخدوا وقتهم في البرومو، أنا أتوقع ممكن ما يكفيهم البرومو ساعات، لكن أنا بتطور كم هم اختصروا، وهم يعني اللي بحكي لك المقص تبع المونتاج، المقص تبع المونتاج اللي ماسكه خايف، حاسس انه لازم ينقص، مهمته صعبة، ده حقيقي مهمته صعبة، صعبة جدا. مظبوط. احنا كمان في الايفنت ده عندنا احد الفيديوهات هنتكلم فيها على الجراند ايجيبشن ميوزيوم جيم. طبعا حضراتكم عارفين ان مصر كان بقالها سنين طويلة بتبني متحف تاني للاثار المصرية، ده الاكبر على مستوى العالم، وهيضم قطع يعني هتبقى كان المخطط ليه ان هو يفتتح في ديسمبر 2020 بس تم تأجيله ل 2021. فطبعا يعني اللي حابب يبص يدور على جيم جي اي ام جراند ايجيبشن ميوزيوم، المتحف الكبير، المتحف الكبير ده برضو هيبقى عندنا يعني فيديو مختصر كده عنه وهنتكلم عنه برضو يوميها، فان شاء الله الايفنت يعجب كل المشاهدين. الايفنت باي ذا واي بالانجليزي ولا بالعربي؟ احنا هيبقى في ميكس في الايفنت التاني بتاع الاثار والسياحه ده يعني لان احنا بنستهدف اكتر الكنديين، فده هيبقى بالانجليش، وان كنا دلوقتي بنحاول بنشوف اذا كنا نقدر ندخل، انت عارف زوم في خاصيه انتربريتيشن، فهنشوف اذا كنا نقدر يبقى في انتربريتيشن بحيث ان هو يبقى متاح بالعربي وبالانجليزي. الايفنت الاولاني موست بروبابلي هيبقى بالعربي، وعندنا الإيفنت الثالث بقى يوم السبت 25 جولاي، ده هنعرض فيه فيلم من إنتاج المهندس طارق منيب. طارق هو من أبناء الجالية المصرية، والحقيقة عمل مبادرة عبقرية، أنا شايفاها عبقرية، إن هو راح لأمريكا ودور على أمريكان من اللي هم مش ممكن يفكروا ان هم يروحوا الميدل إيست او يروحوا يزوروا بلد عربي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، ودعاهم الى Free Trip to Egypt. فهو الموفي اسمه Free Trip to Egypt، والموفي بيصور كيفية لما الناس بتواجه الآخر اللي هي خايفة منه، وبيحصل تواصل إنساني واجتماعي ومعايشة للحياة اليومية البسيطة بتاعة المصريين، ازاي الناس دي تفكيرها بيتغير ونظرتها للمصريين وللناس اللي جايين من الشرق الاوسط بتتغير. دي برضو فعالية تانية انا احب كل ضيوفك يا دكتور جمال يحضروها، لان هي بجد الموفي ده اتعرض في الصيف اللي فات في بعض السينمات هنا في أطوة، وطارق بيحاول ان هو يروج للفيلم لانه ترويج لفكرة التواصل ما بين الشعوب وبعضها، والتواصل ما بين الناس اللي احنا مختلفين عنهم بحيث ان احنا نتقرب ونزيل الحواجز. وهيعقب الفيلم طارق هيكون معانا حاضر، وهيبقى فيه questions and answers بعد الموفي ان شاء الله. تفاصيل الايفنتس دي كلها موجودة على الويب سايت بتاعنا، وتقدروا تشوفوا ازاي طريقة الدخول على كل ايفنت، وبرضو موجودة على الويب سايت بتاعنا اللي يحب يشترك ويبقى عضو في الجمعية المصرية الثقافية بكندا بأطوة. نحب طبعا نشوف ناس كتيرة تبقى أعضاء معانا وتبقى متواصلة وتحضر فعالياتنا بشكل مستمر. أكيد. أستاذة أماني، معلش إذا سؤالي مسموح، أو يعني أنت قدري إذا السؤال مسموح، هذا من يعني من فين بتاخذوا الدعم؟ هل الموضوع هذا اللي بتعملوه يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى دعم مادي؟ وإذا كان يحتاج إلى دعم مادي، من فين تستمدوا الدعم المادي؟ وهل أنتم محتاجين دعم مادي تعلنوا للناس عبر اللايف هذا؟ إذا كان أنتم محتاجين دعم، محتاجين حد يكون متطوع معكم، سواء الدعم مادياً أو معنوياً بالهمم والجهود؟ لا طبعاً سؤالك يعني جاي في محله، وأحب أقول أنه العمل الأهلي قائم على فكرة التطوع بشكل كبير جداً، وأي عمل أهلي وأي عمل مجتمعي مش هينجح غير بالتواصل والتكاتف، وإن الناس تدعم هذا العمل سواء كان دعم مادي أو دعم معنوي أو دعم توفير يعني تطوع في الوقت. أكبر دعم أي حد يقدر يعمله لنا إن هم يتواصلوا معنا
وان هم يبقوا داعمين لينا يحضروا الفعاليات اللي بنعملها. طبيعي بقى زي ما قلت بنرحب بالناس انها تبقى تنضم لينا وتبقى اعضاء في الجمعية. احنا اشتراك الجمعية اشتراك مش كبير، يعني مثلا لو اسرة بتبقى $100 في السنة، سوري بتبقى $100 في السنة لو هي اسرة، لو هو فرد بيبقى $50. ولينا برضو فئات للطالب وللسينيورز كمان ليهم فئة مختلفة. فالدعم الاكبر احنا بنستمده من اعضاء الجمعية، سواء كانت من الاشتراكات بتاعة الممبرشيبس او من ان هم يتطوعوا ويكونوا معانا بخبراتهم بمهاراتهم بافكارهم. وطبعا لما بيبقى في يعني في السنين اللي هي كانت سنين عاديه كان بيبقى اكبر ايفنت بيحصل فيه فاند ريزنج كان بيبقى الانيوال جالا بتاعنا. لكن احنا ما بناخدش يعني ما فيش تمويل بيجي من مصادر اخرى. طبيعي لما كنا بنفكر في فكره المهرجان كان عندنا خطه طموحه لتنميه الموارد من خلال برنامج للرعاة وبرنامج ان احنا ممكن نقدم على جرانت من الحكومه، لان طبعا انت عارف المهرجان تكلفته بتبقى كبيره. واحنا ان شاء الله ناويين ده يستمر في سنه 2021. لكن زي ما بقول احنا بنحب قوي ان الناس تيجي تتطوع معانا. احنا الجمعيه كلها قائمه على فكره المتطوعين، اعضاء البورد كلهم احنا 7 على البورد كلنا متطوعين وكلنا في خدمه الجاليه وفي خدمه المجتمع المصري جوه كندا والمجتمع العربي. وبنحب دايما نشجع الناس ان هي تنخرط في العمل التطوعي وتنخرط في العمل في كل المجالات عشان يحصل تواصل مع المجتمع الكندي بصوره كبيره. يعني اتعشى ان انا اكون جاوبت سؤالك. يس يس اماني، يعني انا صراحه بدي حاطط الصوره عشان اذكر الجمهور بالاوقات تبعت الايفنتس اللي حتعملوها. يوم 11 جولاي حيكون ايفنت الساعة 7 لـ 8:30 مساء، honoring Egyptian Canadian contributions. يوم 18 جولاي من الساعة 10 للساعة 11 صباحا حيكون مصر بعيون دليل مرشد سياحي، مرشد سياحي. ويوم السبت اللي بعده 25 جولاي من الساعة 1 للساعة 3 حيكون عرض لفيلم Free Trip to Egypt ونقاش عن الفيلم. مشكورين كتير، إيفنتات مهمة جدا. أنا صراحة لا أخفيكي أستاذ أماني، أول ما سمعت عن إنه مصريين حيعملوا مهرجان في مصر في أوتاوا السنة الماضية أو وصلني الإيميل، فاتطوعت شخصياً إني أكون موجود في البرنامج في 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 المهرجان بأي شيء أستطيع أن أقوم به، لأني بشعر بحبي لكل دولة عربية موجودة، ومصر زي ما بيحكوا أم الدنيا، فلازم يكون لنا حب خاص لها. لكن للأسف طبعاً موضوع الجائحة أثرت على كتير ناس. طب الآن سؤالي لأماني وللإيكاو، What's next؟ إيش المتوقع؟ إيش اللي حتسووا؟ هل تأجل فقط المهرجان أم ألغي؟ لا، هو إن شاء الله أجل، لأن إحنا الحقيقة يعني قطعنا شوط طويل قوي في تحضيراته. في صفحة على الفيسبوك Embrace Egypt، أحب الناس كلها to like the page فيقدروا يتابعوا معنا ويتواصلوا. المهرجان هيتأجل للسنة الجاية إن شاء الله، هيبقى برضو جولاي 2021، بس لسه الحقيقة بنبحث هنعمله فين. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا قطعنا شوط طويل في التحضيرات، وكان البرنامج almost ready over a long week، يعني هيبقى جمعة وسبت وحد. فإن شاء الله بنوعد كل الناس، ودكتور جمال تطوعك معانا موجود السنة الجاية إن شاء الله. فأحب أقول للناس إن احنا لأ طبعا، لأن لازم يبقى في مهرجان مصري. يعني أنا بتصور إنه ما ينفعش ما يبقاش في مهرجان مصري زي المهرجانات الكبيرة اللي يعني ترسخت، زي المهرجان اللبناني، المهرجان اليوناني، مهرجانات كتيرة قوي بقالها سنين طويلة بنحاول ان احنا نتعلم منهم. واعتقد ان المهرجان المصري هيتولد كبير ان شاء الله بدعمكم وبحضوركم وبمساندتكم لينا. بالنسبة للسنة دي 2020 انا بتصور ان احنا هنستمر في الفعاليات اللي هي اونلاين، إلا لو حصل إن أوتاوا انتقلت إلى فيز 3
وتم السماح لأعداد أكبر بالمشاركة، لكن طبعاً إحنا بيهمنا صحة وسلامة الجالية في المقام الأول. وأعتقد أن الفعاليات الأونلاين زي ما بنقول يعني it's another way of interacting and connecting, it doesn't take away our joy and happiness and pride of who we are, it's just a different way of celebrating. فأحب أشوف الناس كلها أونلاين ونستمر في الاحتفال وبنرغي وبنحكي وبنقول نكت فياريت برضو تبقوا تحضروا معنا. يعني it's a very warm environment وكل الناس بتحب ان هي تيجي تتشارك ونتفاعل. مرة عملنا كنافة وقطايف على الهواء في رمضان، فيعني برضو الأونلاين مش هيوقفنا. احنا لما واحد بيتكلم عن الأونلاين مباشرة بنحس بالتجربة تبعنا تبع قناتنا اللي انطلقت أونلاين من البداية، وكانت قوتها في إنها انطلقت أونلاين. وزي ما تفضلت أستاذ أماني، أحياناً بنكون إحنا شايفين الشيء إنه صعب لأنه ما جربناه، لكن لما نجربه بنشوف فيه فوائد كثيرة جداً. وأنا شايف إنه موضوع الأونلاين لما حيبدأ حيعمل كونكشن ما بين كل المصريين في كندا وبرا كندا، ولما بتبدأ الفعاليات بيبدأ كل واحد يحس بهذا الشوق والحنين، وبعدين خلي الناس شوي تغير وتتنافس مع بعض وتحس إنه لازم هي تقدم ولازم تعطي. فلما يشوفوا إنه في ناس بيعطوا، في ناس بيقدموا، في ناس مش موفرين من جهدهم أي جهد، بالتأكيد في ناس حتغير وحتحس إنه لازم تعطي كمان وتقدم. فهذه جهود مشكورة. ده حقيقي. أعتقد إن الأونلاين بقت تجربة فريدة. يعني أنت عارف طبعاً الأونلاين ميتينجز وزوم دلوقتي بقى يعني واخد مكانة، وهم بيطوروا فيه. يعني أنت حتى جوه زوم دلوقتي you can make a breakout rooms وتخلي كل 2-3 يبقوا مع بعض بيتكلموا، you can make polls، تعمل interactive. يعني أعتقد أنه يعني صحيح الhuman interaction is still the best، بس برضو يعني الonline interaction is another way of connecting. أكيد. Yes. أنا بدي بس في هبة شكله عندها مشكلة في الكونكشن، بس anyway thank you هبة for trying، عم بتحاول إنها يعني هي من الداعمين كتير. خالد شكرا لك كتير لدعمك، وشكرا للإيكاو لدعمهم. أنا شفت الإيميل اليوم كنت مبسوط كتير إنه كنار هي صوت العرب من كندا، وليس صوت شخص أو شخصين، هي صوت لجميع العرب. فوجود المصريين والفلسطينيين والأردنيين واليمنيين والسوريين والعراقيين والمغاربة بكل الأقطار المغربية، ليبيا، السودان، كلهم مرحب بهم على شاشة كنار تي في. إحنا فينا فيديو أرسل من أصدقائنا من تورنتو، برضو عندهم فيديو بسيط هيك عن حبهم واحتفالهم، خلينا نحضره سوا. جميل. شهر يوليو هو شهر التراث المصري في كندا، تنظم الاحتفال جمعية النيل في أونتاريو. بحكي لكل أصحابي الكنديين عن مصر جميلة إزاي، وعن الأب والأم وعن الأرحامات في مصر. أنا بحب أعرف تاريخ بلدي. أنا بحب مصر. سأقمت بإقبال كل يوم حد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء بتوقيت كندا على صفحة ماي أسوسيشن فيسبوك لايف. خليكم معنا وشاركونا. July, the Egyptian Heritage Month in Ontario, Canada. The event is organized by the Nile Association of Ontario. A virtual celebration will be held every Sunday in July from 8 to 9 p.m. Kindly waiting for you. نادي النيل صانع أجيال المصريين. أهلا وسهلا فيك يا هبة باك. أهلا بك. معلش يا دكتور كان لاجنج خالص عندي الإرسال. It's okay. Sorry for that. هاي أحد مشاكل اللايف. هتتحسن لا تخافوا.
قريبا الفايف جي ان شاء الله قادم، وبعده مباشره السكس جي على السريع ورا بعضه. هذا الكلام حيتحول مع الكورونا، بطل في وقت مع الكورونا، حنصير نصافح بعض من بعيد بالفايف جي والسكس جي. أماني أنا طبعا سألناك كتير وغلبناك اليوم، لكن إحنا كان نفتخر إنه يكون معنا عضو من أعضاء الإيكا، وهبة برضو جميل جدا. أنا بدي أسألك هبة سؤال سريع قبل ما ننهي، كيف الأوضاع للإخوان المصريين الموجودين في تورونتو بشكل عام؟ إن شاء الله الأوضاع كلها تمام، ما في أي مشاكل خاصة مع الكوفيد، وإنت عارف المشاكل هاي. لا الحمد لله، طبعا الأوضاع لحد دلوقتي كويسة جدا، يعني الناس اللي أنا أعرفهم وأصحابي ومعارفي يعني كله تمام الحمد لله. معظم الناس ملتزمة جدا بالريجوليشن والقواعد وكده، ويعني ما سمعناش أخبار وحشة الحمد لله، الحمد لله. يعني no news is good news الحمد لله. أماني الحمد لله برضو احنا الجالية ملتزمة، وقطوة زي ما انت عارف احنا حتى من كام يوم ما كانش فيه new cases ولا نيو داث، فدي تعتبر اخبار مطمئنه جدا. دايما بنحاول ان احنا نتشيك اون ايتش اذر، وحتى في اول الجائحه اطلقنا مبادره انه نشوف الجاليه او يعني اي افراد من الكوميونتي واور فريندز اللي عايز حاجه، لو ناس محتاجه مساعده في جروسري شوبينج او حتى ايفن كونكشن او حتى نسال على بعض بالتليفون. فكنا الحقيقه برضو متواجدين وبنطمن على بعض، والحمد لله كل الناس بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله 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 يخلي ان شاء الله كل الحبايب بكل العالم بخير يا رب. يا رب. ميرسي خالص دكتور جمال، وميرسي يا محمد على يعني اللقاء السعيد ده، سعيدنا بيكم جدا، وانا مبسوطه ان احنا معاكم النهارده. اماني اذا احنا اذا ما عملنا هذا اللقاء احنا كان حيصيبنا شيء، فيعني كنا حنمرض، كان هيجينا شيء اصعب من الكورونا، فكان لازم نعمله. لا طبعا، ازاي بقى واحنا موجودين معاكوا اي مره تبقى مش عارف تجيب موضوع تعالها تعالى واحنا هنلاقي لك موضوع كتير. احكي لكم كمان شيء، حتى لو ما في اونلاين وحتى لو ما في انترنت كمان مش هنعدم الوسيله، هنعمل اتصال وهنعمل لقاء وهنعمل احتفال وهنكرر الاحتفالات كل سنه كمان. الحمد لله. اكيد اكيد ودايما موجودين وتحت امركم في اي حاجه، ونحب نشوفكم على طول، وهنستناكم اونلاين في كل الاحتفاليات بتاعتنا ان شاء الله. ولنا بالتوفيق لاحتفالياتكم. احنا كمان برضو بنحضر فعاليات نادي النيل والمؤسسه بتاعه التراث المصري الكندي، فبنحب كلنا نساعد بعض وندعم بعض. اكيد هذكر في احتفالات الإيكاو ساتردي جولاي 11 من 7 to 8:30، ساتردي جولاي 18 من 10 to 11:00، ساتردي 25 من 1 to 3:00. فكونوا مع الإيكاو. في النهاية هبة إليك المايك إذا بتحبي تحكي أي حاجة. طيب انا هضيف بس الفعاليات برضو في تورونتو تبع الوايلد اسوسيشن والايجيبشن هيريتج مانث، هي هتبقى افري ساندي، طبعا هي فيرتشوال سيليبريشن، افري ساندي جولاي 5, 12, 19, and 26 ان شاء الله، ومن الساعه 8 للساعه 9، وهتبقى بالليل طبعا، والاعاده الساعه 11 للساعه 12 بالليل، وفي جوائز وفي اسئله وفي مسابقات وفيها حاجات حلوه قوي. في حاجة تانية برضو كان عرضينها عشان بمناسبة الهيريتج مانث، الناس اللي بتحب تتفرج على المسلسلات والقنوات والريسيف العربي وكده، عاملين شهر فري على واتش ات، وفيها ليها كود، الكود هو واتش ايجيبت، اوكي هتدخلوه وشهر كامل طول شهر جولاي تتفرجوا على واتش ات فور فري. حلو، انا حطيت الكود للي بده اياه. ايوه انا نزلته على فكره. ايوه انا نزلته واستفدت من العرض، عشان كان كل واحد يعمله ده، اتفرجوا على كل المسلسلات بقى وكل الافلام في شهر واحد. استاذ اماني، احب طبعا في البدايه اشكرك يا دكتور جمال واستاذ محمد على ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نيجي ونعرف الساده المشاهدين على الفعاليات بتاعتنا.
اعتقد زي ما انتوا قلتوا شهر التراث المصري ده متهيألي شهر هيبقى للعرب كلهم مش بس مصر، والحقيقة ان احنا فخورين بتواجدنا وفخورين بدعمنا لبعضنا وللمساندة اللي بنشوفها من كل المجتمع العربي هنا في كندا. بتمنى كل التوفيق لنادي النيل ولكل الجمعيات اللي بتنظم فعاليات للاحتفال بالشهر عشان يطلع بصورة تليق بمصر وبتليق بحضارتها وتليق بمكانتها. بحب برضو أنوه إن السفارة المصرية الحقيقة إحنا تعبينها معانا في بعض الترتيبات. النهاردة كان في إيفنت عاملينه 3D لهرم زوسر، فيعني متهيألي مفيش أحسن من إن إحنا نشوف كل الناس مبسوطة وبتدعم بعضها، ومتشكرة جدا جدا على اللقاء المثمر ده، ومبسوطة إن أنا شفتك يا هبة وتعرفت عليك. وأنا مبسوطة أكتر والله يا أماني بجد، وشكرا يا دكتور جمال، شكرا أستاذ محمد على الاستضافة الجميلة دي. إحنا اللي بنشكركم على الحضور، نشكركم على علشان مصر ما بيصير تغيب عن قنواتنا. اليوم القناة كانت لسانها مصري، وكان هواها مصري، وكان وجهها مصري، وفي كل مرة هذه القناة لازم تعبر عن الترابط والحب اللي بين كل الشعوب العربية، وحقيقة هذا الحب موجود ومتأصل وأصيل ولن ينتهي شو ما صار وشو ما انحكى وشو ما ازعلنا وشو ما حد عمل فينا وشو ما انعمل فينا وشو ما، في الأخير هذا الحب لن يتزحزح من القلوب، راح تبقى هذه الشعوب بتحب بعض، تبقى هذه الشعوب تفتخر ببعضها البعض. وهذه القناة قناتكم، وأنا بقول من لكم مباشرة في أي لحظة حاسين محتاجين حد تعلنوا عنده لكل العرب، إحنا جاهزين لأي إعلان شايفينه حابين يوصل للعرب مباشرة، اعتبروا هذه القناة لكم لتبليغ كل صوت لكم للعرب جميعا. بجد أحلى كلام، ميرسي جدا يا أستاذ محمد بجد للكلام الجميل. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك. ميرسي على الافتتاحية يعني الجميلة المعبرة، كلام الحقيقة يعني إحنا عايزينه على فكرة، يا ريت تكتبه على الصفحة عشان كلنا نعيوني طبعا باسم كنار تي في صوت العرب من كندا، أنا بشكركم جميعا على حضوركم اليوم، كل من كتب وعلق وشاهد وعمل شير وحب مصر كما نحبها نحن، نشكركم جميعا. قبل ما أترككم مع آخر فيديو هيك صغير جدا، حذكركم بحلقات يوم غدا الساعة 5 حيكون عندنا أحلى مطبخ مع نادية، الساعة 7 حيكون عندنا مسار مهنتي عن مهنة الترجمة وكيف الواحد ممكن يبدأ في هذا الموضوع، والساعة 9 إن شاء الله حتكون معنا الدكتورة نسرين صوان في لقاء في جمال الصحة، سنتكلم عن الصداع اللي في ناس كتير بقعها راسها، إن شاء الله حننهي هذا الموضوع غدا. كونوا معنا في حلقاتنا، نراكم غدا إن شاء الله، تفضل. شكرا، إلى اللقاء.